بس انا بصراحه مستغربه ازاي تقبلي تتجوزي واحد في شقه في عماره بيقولوا انها مسكونه عفاريت. انت هتقلقني ليه يا حضره الضابط؟ انا طول عمري بسمع عن عماره رشدي انها حكايات خرافات. الناس بتردد. صباح الفل يا صباح العسل. وانا فين؟ انت في شاطئ سيدي بشر العام. العام دي مسكونه وربنا كذب. قبل ما تخرجوا تعالت فيها. اوبا ايوه كده يا دنيا. دي احبالي الصوتيه. اشتوت فرخاتي موكتكوت معاكو دي تزر وتلف بشرط تكون متغني. عفريتة دي ولا مش عفريتة؟ هلو انا عايز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. انا مش عارف هذا. انا عمارة تفتكر ليه انا ما اتقتلتش لحد دلوقتي؟ خرجني من العمارة. ابص ايدك والنبي بلاش العمارة دي. حرق يا سلطان. هما ماتوا مقتولين من هو صغير. هادي انت على زبادي. ايوه كده يا وديع. النهارده عيد الشرطه صح؟ طب انا عندي شرط تتجوز فولي. فولي مين يا احمد؟ انت لازم تشربي حاجه ولا تسخف بيانكا. كوبايه ميه نار سكر بره. فضلك يا ابني عايزه واحد كينابول. يا ست الكل قلت لك النمره غلط. هنا عماره رشدي مش صيدليه رشدي. عمرك ما هتوصل قدام باب العماره دي. بقالي ساعتين ونص عمال ادن في ام العماره دي. هي العماره دي دور واحد ولا احنا ايه؟ بقيت الادوار في فوتوشوب؟